اسمع لهذه القصة، في آخرها ذكر عظيم جدا نحتاجه عند النوم. ذهبت فاطمة رضي الله عنها إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشتكي ما تجد من أعمال البيت والطحن والرحى، تريد خادم يخدمها. فما وجدت النبي عليه الصلاة والسلام، وجدت عائشة. فلما عاد النبي عليه الصلاة والسلام أخبرته عائشة بما حصل مع فاطمة. فذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى بيت فاطمة وعلي رضي الله عنهما ودخل، فجلس بينهما. تقول فاطمة: حتى وجدت برد قدميه على صدري. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني؟ يعني أعطيكم شيء أفضل لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضاجعكما، يعني عند النوم، فسبحا 33، واحمدا 33، وكبرا 34، فهو خير لكما من خادم. يقول العلماء: من واظب على هذا الذكر لم يصبه إعياء بإذن الله. هذا الذكر عند النوم يعطيك قوة ونشاط ويعينك على مشاق الحياة.